على مكة، والعرق يتصبب من جبين ذلك الطاغوت الذي كان يتجول في أزقتها ويتبختر علوا وفسادا بعد ليلة طويلة أمضاها في سبيل المدامة والهوى. الأرض لا تطيقه، ومكة تود أن تلفظه، فهو كالجرثومة في حشاها. بينما هو كذلك، إذ بصوت من ورائه، صوت الأخنس بن شريق يهتف به، فارتد إليه ثم خلص نجيا وأجلسه الأخنس بجانبه وهمس إليه